ميمز المتابعين، حلقة جديدة يا جماعة. والله الجامعة دمرتني، خلتني ما أصور ميمز ولا أتابع ميمز ولا أصور مقاطع ولا شيء. اليوم راح نتابع ميمز المتابعين، وبنفس الوقت لا تنسى لايك واشتراك مو مشترك. خلونا نبدأ. أحس شايف الميم هذا بياخذ الدايموند وبيتحول هير براين. ها؟ يا إلهي ستيفين، ماذا يفعلون؟ يكسروا ستيف. ما أدري ليش ضحك بسوي. This is Elon Musk. ها؟ والله ذكي. الحق الأرنب يا شداح. شداح. شداح الحق الأرنب. شداح. تكفى شداح الحق الأرنب. الحق الارنب يا شداح، الحق الارنب يا شداح، الارنب الارنب. انا قاعد انتظر اهلي ينامون عشان اطبخ اندومي. هذا يقول بس العجايز راح يفهمونها، يعتقدون باني احب ركوب الفيلم. اونر بشري يا جماعه، والتر تتحداني اسوي العرض الجيزانيه، مستحيل تسوي. هذا صدق؟ مكتبات هنا في الفلبين، عال في المكتبة ودفتر وقلم والمحاي براي معنا. عال الدفتر والقلم والمحاي براي حق الطالب، والنعال حق المكتب. خلاص ما يضحك. افشل 3 مشاريع في حياتي: الدايت، انام قبل الساعة 12، احوش فلوس. والله فعلا، لكن الاول نجحت فيه الحمد لله. علميا احنا شغالين بناخذ مرتب، نظريا احنا مفلسين والمرتب يضيع على الاكل والمواصلات. اخي ليش يعني نضحك يا اخي. انا الان شوف جبت واحد ثاني، تقدر تشم؟ يا احمد اسمع، ما حد يقدر يشم ريحه العطر من مقطع فيديو. لا يا ريال، كيف ما تروم؟ انا الحين شميت، اكيد انت في كورونا، انا قايل لك يا اخي. احمد لا تستوي غبي، انت موجود هناك عشان تجيدك تشمه. المتابعين راح تنزل ميمز كل يوم. ريد فوكس. والله صدق يا جماعه. بابا خطفوني يا بابا. العادي يا بابا، انت اصلا كيف تسمح لحالك تنخطف؟ كيف بتخليهم يخطفوك؟ الحق عليك، اصلا الحق عليك، انا مش علمتك كاراتيه؟ المهم كنا مونستر قاعمي. والله صدق مو كنا، هذا هو بس لابس نظارات. لاعبين البدروك. اي والله الجافا البدروك. والله فعلا 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 لما تاكل بسكوت فوق السرير. يقول اخيرا وصل الميم حقه 12 لايك. نسيت جوال. لا اوروبا وتذكر انت. ما له شغل يا جماعه، واحد مسوي الميم. Huh? I killed the sun? Now it's turned into galaxy and two-port inner... port allergy. With no sun, the radiation turns into another dust. Now chemicals and cynicals, they come up. And that's 3 states of matter. Hey, والله. شباب يقول لك أكل مجاني. أو يقول لك أكل. طيب. يأكل ولا يبالي. هذا ايش الميم؟ منتشر مره هالفتره. Now I'm calling room service management whatever. يلعن شكلك. صدق لو انا مو موجود وش بيصير؟ اكتب بالكومنتات ماذا لو لم اكن موجود. الوحيد الذي يذكر عيد ميلادك حتى لو نساه الجميع فيسبوك. تيم والله ديب. احسب واحد هذا. واحد يقول هذا انتظر ريد فوكس ينزل مقطع ميمز. ضحكني والله.
طبعا يا جماعة اللي ما يفهم هذا ايش هذا، يعني واحد يصور نفسه على مدى شهر شهرين ثلاثة مقطع اليوم ميمز راح اخليه طويل دامني طولت، فهمت ليش هذه 16 يورو هذه لو يقلبها لم يكن يوما ايش الشغلة هالغلية تايم لو صدمت اكلت تبن اعف منها ثلاث كلمات فقط، ثلاث كلمات. اذا واحد اراد ان يطلب من الاخر شيئا يذكر ابليس ولعنة الله على ابليس، بيقول له ابليس او بليز او ما ادري هي بعرفها ابليس. واذا اراد ان يرحب به بيقول له ويلكم، ويلكم يعني اهلا وسهلا، اعوذ بالله ايش هذه اللغة. واذا أراد أن يقول له إنه هذا بكم بيقول له همج، همج يشتمه، هذا اللي أعرفه من الإنجليزي كله. What the heck? Yo, what is up, guys? Right now we're at McDonald's and it is currently 3 in the morning and we just got. What you know about rolling down in the deep when you. هذه half life 2 والله فكر إني أختمها بقناتي يا جماعة. قولوا لي بالكومنتات إذا ودكم. الحج حنبولة وأولاده. وش حبولتها فعلا والله ودي ارسلها لناس كثيرة. سوس تختيم ماينكرافت بالمودات ريد فوكس، تختيم ماينكرافت بدون مودات. ايش غزك يعني؟ واضح حزين سي جي. اخ بس ما علي سي جي، لا لا سي جي، لا لا وقف سي جي. اخوي الصغير لحالنا في البيت. انا نايم ريد فوكس نزل مقطع جديد. الله الله شو بتسوي؟ اخ ايام الدايموند. كنت احسبه بيتعور. اولي الله يرحمه هايزنبرغ قبل. تفوق يوم مسكين الأرنب. عاد هذا المقطع شفته 5 مرات لحد الآن يضحك. كيف؟ سوس. انا وعيال عمي بعد ما نتابع دراغون بول على سبيس تون. دايموند عاد تعرفون حظي انا معروف يا رب ان نلاقي دايموند. اوه دايموند لكن بشري. ما فهمت وش ذا الصوت اصلا. قط الساحي يا جماعه. انت لو سالتيني عاوز ايه من الدنيا هقول له بصي على اول كلمه في الجمله. حبيت والله. ميمز المتابعين افضل سلسله، شكرا يا ليجو مان. هذا يقول لك ميمز كيف كان ريد فوكس وكيف اصبح ريد فوكس. طيب وين الميم بالموضوع؟ حطيت تليفون على الشحن بالليل قبل ما انام. التليفون على فكره انا والفيش امبارح تخانقنا وسبنا بعض. ها عندما اصاب قلبي السهم، السهم قلبي لم اموت ولكن مت بعدها ب5 دقائق. This is Elon Musk. مش بيسوي بعد Tesla's co-founder and CEO. اخي جيب كرتون ثاني وخلاص، تقص الكرتون وحالتك حاله يلا بعدين. واو واو يا الهي لقد مخي علق. كنت اتوقع السيرفر علق ولا ما ادري. اه ما علق بس انا مخي علق. يا ليل هم ولعبتهم ذي، ما ادري وش اللعبه ذي. جيرز وارز من ايش اسمها. What about the photo do? Don't take my selfie. وين جاب صورتي هذه؟ اتوقع من انستغرام حقي. عشان كذا يا جماعه تابعوني بالانستغرام اي اي ريد فوكس، يعني تعورت مرتين وباي ريد فوكس. هذا النسخه الريماستر. يا اخي الرقصه عجيبه. والله ودي استعمل الفي ار وادخل معاهم. لا لا يا جماعه بس احس الاغنيه الاصليه احلى. انها صخره كبيره. هذا صحيح كايبا، صخره كبيره لا اصدق. انه ريد فوكس من باب الحاره. طيب شوارب.
يا الليل ترى اسم نتفكس في حرف الراء وباب الحارة كم حرف الماء ذات نظرة المرعبة لد يا اخي مقطع ذا من 2000 الو نروح للقرى ونشوف شكل القرى بماينكرافت الواقعية. هذه اول قرية مثل ما تلاحظون هذا الايرون جولم نتنمر عليه كسبونج بوب ونهج منه وخ يا ربي ليش صراحة هذا الشيء اللي انا ماني فاهمه كيف جرينلاند بيضاء وايسلند خضراء شلون شكل بالشارع سريري هاي يا الله هذه الوجبة صغيرة جدا ليتقاسم لكن التمساح الفائز بالطريدة لم يصل إلى مأزق بأمان بعد فقد رآه حيوان مفترس آخر وهو يستطيع التركيب حلو صراحة يعني مقطع الأكل ليس تمساحا عاديا إنه تمساح بيلو بونغ كينغ جزاب بيلو بونغ كينغ يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا متمرس في المعركة ها لما تدخل كل مشاكل أهلك تدخل وتلاقي نفسك ميت استغفر الله واو والله كان جيجا شات استغفر الله هذا وش هو تسوي TNT بعد شغل تعب شديد تفجر كذا تصير سايكو عرفت تفجر كل العالم ليش والله كيفي انا عملت ايه اموقس في كل مكان صدقوني ألمتني حياء ان لا اقلي البيض الا اتاكد ان الخبز موجود فعلا ويقول لي روح وقف عند ابو الغاز وقف ابو الغاز اللي هي سيارة ال فهمت واحد ما يصير اشرح هل تظن نارتفكس مجرد يوتيوبر عادي؟ من هو كريبر مسلم؟ ما علاقة نارتفكس ما علاقة بكسب بشوت كيف أحضر؟ أوه والله أسئلة صدقية حتى عند الفراعنة في أموغس صدقوني بكل مكان ما أدري ليش بس اللي يعرف يقول لي يقول لك هذا خلص 100% من التروفيس حق 1200 لعبة هذا حلو اوه الخروف الاسود الذين يتابعون ريد فوكس للمتعة الذين يتابعون فقط للميمز اقول اهم شيء المتعة مو اللي تروحون تتابعون بس ميمز اهم شيء شوف جايب كل رياكشناتي انجليزي تعلمته من مدرسة انجليزي تعلمته من الافلام والالعاب والله فعلا الأستاذ الواجب سهل 3 أسئلة بس الواجب A B C D ها تيم والله الموت عجيب فحمي خشب فحمي أتوقع مونجس هو الخروف الوق مستر فوكس 17 يا ليل فضح لي اسم القديم وخروا 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 المكان وخر كل بيكن شدودة هذه شدودة وخر واد وخر عن بيكن مو شايفين بيكن بحياتكم ساعد الناس يساعدوك فعلا عطيته شيء سعره 5 دولارات يا جماعة لما حد يتصل بماما وهي تطبخ الأكل امسك لي شوي امسك لي before after oh no cringe جيجا فوكس what والله صح يعني ما أحد متابعي متى تسوي ريد فوكس What? ها؟ ايش كي يصير؟ What? سرطان اشطع الصحة تصدق صح؟ بس جماعة اتمنى يجيكم مقطع الميمز اليوم بس الوقت ادخلوا الديسكورد حقي اذا تبوا تنزلون ميمز بس تروحون على روم سب ميمز وترسلون ميمز حقتكم طبعا لا تنسوا تاخذون رتبة عشان تشوفون روم الميمز فاول ما تدخل اضغط كذا الخيارات هذه وخلاص عالسلامة